دمر البلد، دمر الاهالي، ذبح الاطفال، ذبح النسوان الصغار، ما ظلش حدا بالبلد، البلد فاضيه ولا ظل فيها شيء، طيران، مدفعيه، صواريخ، قراد، والله ما احنا عارفين شو في عندنا وين درعا البلد. يعني اطفال ونساء ذبحتهم، ما ظلش دور ولا ظل شيء، الخزانات المي فجرها، كل شيء، البنيه التحتيه ولا ظل شيء. شو في عندنا هون؟ احياء مدنيه، ليش قاعد بقصفها؟ شو في بدرعا البلد؟